دلوقتي معانا نهال، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام، ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة منى؟ ازيك يا نهال حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. بقول لحضرتك، انا شفت بيت ابويا طليقي، فبيقول لي ارجعي كاني انا غضبانه مش مطلقه. فانا بقول له لا، عشان اخويا. قال لي لا، انا هواجهه ما تخافيش. قلت له لا، بلاش بلاش تواجهه. فطلعنا الشقه في الدور الثالث عندنا، فقعدنا عايزين وقعدنا نتكلم، بس انا مش فاكره الكلام. تمام. فانا رحت لوالدتي في الدور الارضي، فبتقول لي لو اخوكي عارف حاجه هيبهدلنا. قلت لها لا ما تخافيش. قالت لي شفتي حط فين؟ قلت لها لا، انا شفتها ما تخافيش. فلقينا الباب خبط، فقالت الحقي اخوكي ايه، هو اللي هيخش. فقلت لها ما تخافيش. فلقيت ورقه جنان على حيطه، فقالت مش انا قلت لك هيتكسر هيتكسر اهو هيتكسر. فانا رحت بصيت في ورقه الجنان، قلت لها لسه ما اتكسرش اصبري. فلقيت والدي المتوفي، انا والدي ميت، فلقيته هو اللي دخل بدل اخويا. تمام. فلقيته دخل بيقول لي انت خلاص خلصت الغسيل، انت نشطت الغسيل. ها. فانا بقول له خلاص بقى يلا. فانا بقول له لا، بس انا والدتي تعبانه. فراح قال لي ما انا عارفه ان هي تعبانه. وصحيت من المنام على كده. هو في علاقة كلام، في كلام، حاجات رايحة جاية، أي حاجة من دي ولا مفيش؟ لا ما فيش. لا تمام، أوكي. طيب، ورق الجرايد هو بيدل على الكلام، وبيدل على الاتصال، وبيدل على ان فيه، وفي الاخر فيه غسيل، وفيه نشر غسيل وكلام ده، فهو بيدل على كلام، وفي والله اعلم ربما يكون فيه رجوع ما بينهم الاثنين. وعايزه اقول ان هي حد كويس جدا، هي ما بتغلطش فيه ولا بتعيب فيه ابدا، لان كلمه اصبري اصبري فهي عندها صبر للزوج، ان هي ما تطلعش اي عيوب فيه رغم ان هي منفصله عنه. ودي من الناس اللي هم اللي بيكونوا عندهم اصل، وعندهم يعني عندهم رحمه بالمعيشه اللي كانت بينهم وبعضهم، ما بتطلعش اي عيوب فيه، ما شاء الله عليكي. لكن عايزه ابشرك واقول لك ان في كلام هيوصل لك على الطريق. لو في نصيب الرجعة خلاص، لو ما فيش وانت واخده القرار خلاص، فربنا يستحلك حالك يا رب العالمين. طيب.